تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض ايه الفرق بين الـ ATS System واللوحات المختلفة للـ ATS System. تعالوا بينا نبدأ كده من على اليمين ونشوف ايه دوت زي ما احنا كاتبين كده Manual and Auto Changeover Switch. ده سكينة انتشرت مؤخرا في الأسواق، وبصراحة سكينة جميلة جدا رائعة، وهي ممكن تشغلها مانيوال وممكن تشغلها اوتو. وطبعا حجم السكينه وقدرتها على نقل الطاقه بتكون حسب الايه، حسب الحمل بتاعك. يعني انت عايز هتشغل على حمل قد ايه، كم امبير او كم كيلو وات او كم كي في ايه، كيلو فولت امبير، بتشتري السكينه دي بناء عليه. تمام، السكينه بيكون مكتوب عليها طبعا يعني بيكون مكتوب عليها زي ما احنا شايفين كده 2 بول 2 بولز 32 امبير. يعني السكينة دي تشيل 32 امبير. 32 امبير يعني ممكن نقول شقة صغيرة. طبعا مش هتشيل في حالة الطوارئ، ما بتشيلش الشقة كلها، ولكن السكينة بتصمم او التشينج اوفر سويتش دوت بيصمم على الحمل الاساسي كمان، يعني الحمل الاساسي كمان، لان هو بيكون شغال باستمرار الحمل الاساسي عن طريقها، وبتبدل انت لما تشغل عن المولد. فانت بتجيبها بناء على الحمل، بتقول والله انا عايز 32. طبعا انا افضل لو هي شقة مش اقل من 40 امبير، لو هي عندك 40 امبير، لان العداد عموما بيكون 40 امبير، فالشقة يعني لا تقل عن 40 امبير. وان كنت ممكن تحط سويتش 63 امبير في الشقة، ولكن اللي هو الرئيسي يعني المين سيركت بريكر، ولكن 40 امبير هتكون مناسبة. السكينة دي ببساطة بتكون مصدرين، تمام، بيكون لاين ونيوترال، بيخشوا هنا وهنا برضو لاين ونيوترال، وبتغذي انت من تحت هنا الحمل بتاعك. طبعا ممكن تغذي هنا حمل اساسي، وممكن تغذي هنا حمل احتياطي، ودي نقطة عايزين نبقى نتكلم فيها بالتفصيل برضو سريعا. المفروض وانت بتصمم شقتك او المؤسسة او اي مبنى بتدخله كهرباء، المفروض ان انت بتصمم حاجة اسمها لوحة الطوارئ، تمام، بنسميها الـ EDB، الـ Emergency Distribution Box أو الـ Emergency Main Panel، تقدر تسميها أي شيء من هذا القبيل، وبتشوفها في اللوحات كتير. الحاجة دي مهمة جدا، خلي بالك، ويا ريت كل فني وكل مهندس اوعى ينسى إن هو يصمم لوحة للطوارئ. طبعا هي مش مجرد لوحة بتتحط وخلاص، اللوحة دي بيكون فيها أحمال مختارة وموصلة. يعني الموضوع ده انت بتأسسه من البداية خالص، بيكون في الذاكرة عندك، وبتقول والله انا هحط هنا في الشقة دي قبل حتى الدق والتركيب والمواسير وسحب السلك، بتقول كده في دماغك والله انا هحط هنا في الشقة دي لوحة، واللوحة دي هتكون للطوارئ. طب ايه اللي انا عايز اعمله، ايه اللي هيستدعى مني او ينطلب مني ان انا اعمله للسيستم ده، الطوارئ ده؟ خلي بالك دي حاجة مهمة جدا، ويا ريت يا ريت يا ريت رجاء كبير من الفنيين حبايبنا والمهندسين ما ينسوهاش، خصوصا الفنيين. المهندسين معظمهم بيصمم وعارف لوحة الطوارئ، اما الفنيين بيشتغل على طول، طبعا بيبدأ شغله بحاجات بسيطة في شقة بسيطة او غيره، وبيتدرج، فممكن ايه يفكر ان هو عارف كل شيء بالطريقة دي، ولكن لا، طبعا الوضع مختلف. احنا هنا واجبنا ان احنا ننبه الناس، لان دي حاجة في النهاية بتعود عليك، بتبقى حاجة شكلها حلو بالنسبة لك وسمعتك وللزبون كمان. فياريت ان انت ما تنساش موضوع الطوارئ ده. الموضوع الطوارئ ده بصراحة بقى ملح جدا، خصوصا في مع كثرة الاحمال وتقل الاحمال. دلوقتي بقى في مكيفات، بقى في انارة، بقى في انظمة كتير جدا في الاحمال في الشقق او غيره، حتى في المباني البسيطة خالص. فلوحة الطوارئ دي مهمة ليه؟ لان الناس دلوقتي كمان عشان تكون فاهم اتجهت للفوتوفولتيك او الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية الناس كتير دلوقتي اتجهت وعاوزة تركب خلايا شمسية او تجيب مولدات طوارئ او غيره، فده هيستدعي منك ان انت تفصل سيستم عندك في المبنى ويكون السيستم ده معروف انه طوارئ. ما ينفعش تعمل تقول، في ناس بتقول ايه بقى، بتقول انا والله انا مدخل 3 فيز، فهقدر ايه اشتغل مثلا الشقة كلها إيه على فيزتين مثلا، اقسم احمالي، والفيزة التانية دي بعارف ان هي بتاعت ايه، الطوارئ. طبعا ده نظام خاطئ 100%، ما تشتغلش بيه خالص. انت اعمل لوحة منفصلة تماما، وتكون دي لوحة الطوارئ، ويكون ليها سيركت بريكر منفصل وكل حاجة. ولما نيجي نشتغل الاي تي اس، لما نحب بقى نحط والله الراجل ده بعد 100 سنة حتى، العميل ده هو بتاعك قال لك انا عايز اركب مولد للشقة، ما تحتارش بقى، المولد ده هيجي بقى
ما هو الطبيعي ايه؟ الطبيعي بتركب مولد، لو انت مش مصمم بقى اي تي اس، بتركب المولد وبعد كده تقول ايه؟ تقول خلاص انا دلوقتي خلاص هو يوصل، اركب له كام سكينه كده على العدادات او على الاحمال وهو يفصل، او كام سويتش ينزل هو السويتشات التقيله زي السخان والمكيف والحاجات دي، ويشغل بس ايه التلفزيون وكام اناره كده وخلاص. طيب افرض هو نسي، يبقى ده حمل زائد على المولد، ممكن المولد يا اما شط داون يا اما يتحرق. فانت دلوقتي لا، انت تصمم لوحه تبقى عارف كده والله دي لوحه بتاعه الطوارئ، خاصه بالطوارئ، بحيث انا لو حبيت اشغل اي تي اس او سولار سيستم او غيره، يبقى انا خلاص عارف انا رايح اغذي ايه بكل دقه وتحديد. تمام، معلش الموضوع ده خد مني شويه معاكم، ولكن من الامانه ان انا كان لازم اقوله وكان نفسي اقوله قوي من زمان يعني. المهم التشينج اوفر سويتش زي ما احنا شايفين كده، ده بيبدل بين مصدرين، سواء مانوال بايدك عن طريق السهم دهوت تدوس تشغل فوق وتحت، او اوتوماتيك، وفي الحاله دي بتدوس المفتاح اللي فوق بس، ده بتخليه على وضع الواحد، وبكده هو هيبدل اوتوماتيك، بمجرد ما يروح مصدر يبدل المصدر الاخر، يجي المصدر الاساسي يعمل ايه؟ يفصل المصدر الاحتياطي ويدخل المصدر الاساسي في الخدمه. هو عامل هنا اتنين خارج، بحيث ان انت عادي لو عايز تربطهم الاتنين ببعض وتغذي حمل واحد ما عندكش اي مشكله. تمام، عاوز عندك لوحه طوارئ وبتغذي بيها ديت وبتغذي ديت مثلا للوحه الكبيره، برضو ما فيش اي مشكله، دي يتوقف عليك انت وعلى التغذيه بتاعتك. طبعا لوحه الطوارئ بتكون مربوطه على اللوحه الاساسيه، لازم نبقى عارفين كده، بيكون في باص بار وبتكون مربوطه عليه لوحه الطوارئ، فكله بياخد، ولكن هنا بقى بيكون في حاجه اسمها باص كابلر. باص كابلر ده يعتبر مفتاح عادي او كونتاكتور، او ده اللي هنجيله دلوقتي ان شاء الله في الدايره الثالثه دي لما نشرحها، فدي ما تقلقش من القصه دي. عندنا حاجه تانية بقى في انواع الاي تي اس سيستم، انظمه الاي تي اس، في حاجه اسمها الكنترولر للجنريتور. الكنترولر ده هو اي جنريتور بتلاقي معاه كنترولر او متحكم في الجنريتور. الجنريتور ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل، او مش بالتفصيل يعني، هناخد نبذه كده عنه عمليه عشان ما نتطرقش ليه دلوقتي كتير وياخد مننا وقت. في السلسله دي او الفيديوهات دي انا هشرح الجنريتور بكل تفصيل، هشرح التشينج اوفر سويتش زي ما اتفقت والجنريتور، يعني هنبص عليه كده ونشوف ايه الحاجات الاساسيه بس فيه. ولكن الشاهد في الموضوع ان الجنريتور بيكون معاه لوحه، اللوحه دي بيكون راكب فيها كنترولر زي كده، هنشوفه دلوقتي مع بعض برضه بصوره اخرى. الكنترولر ده بياخد اشارات من الجنريتور كتير، اشارات كتير يعني، بياخد بيكون في حساس زيت، حساس حراره، بياخد اشارات جهد، اشارات تيار عن طريق بيقيس التيار، كل الحاجات دي بياخدها عن طريق سي تيز، يعني محولات تيار بتتركب على البراد بتاع المولد، وفي نفس الوقت بيعمل كنترول كامل للمولد، يعني تقدر تشغل مولد او مجموعه من المولدات او اي نوع من المولدات. طب ده ايه علاقته بالاي تي اس؟ لا دوت في منه حاجات متقدمه بيكون فيها كمان اي تي اس كنترولر، يعني بدل ما انت تعمل بقى دايره كلاسيك كنترول معتاده، لا والله الديب سي دهوت او الكومب او اي نوع شركه من الكنترولر دهوت بيكون في اصلا امكانيه ان هو يحول بين مصدرين، اللي هي الاوتو ترانسفير سويتش او الاي تي اس بتاعتنا، فتقدر تستعمله على طول، فما تروحش بقى تجيب انت دايره تعمل تصرف دايره اي تي اس وتصرف عليها واصلا الموضوع ده موجود او الكنترولر ده موجود عندي. طبعا دي تبقى اسمه اهدار لاموال الايه العميل او الزبون. طب ده هنعرفه بالتفصيل، وان شاء الله هعمل لكم اكسس كمان عليه باللابتوب، وهوريكم البارامتر بتاعته والحاجات بتاعته كلها. طبعا ده كنترولر يعتبر زيه زي اي كنترولر، زي البي ال سي، زي اي حاجه، ولكنه متقدم ومتخصص في موضوع التحكم في المولدات. تمام كده. طيب ايه النوع الثالث بقى معانا في الانواع الانظمه المختلفه من الاي تي اس؟ النوع الثالث هيكون اللي هو الموتورايزد ام سي سي بي والكونتاكتورز للاي تي اس بانل، يعني في بانل كده بيكون فيها، دي بقى البانل المشهورة عندنا اللي هي بيكون فيها كونتاكتور او ام سي سي بي. ام سي سي بي اللي هي القطع المقاولب، لنا فيديو شهير بنشرح فيه القطع المقاولب، ارجو ان الناس ترجع له وتشوف يعني ايه قطع مقاولب بالظبط. ده بيكون من سيركت بريكر وبيستعمل في الاحمال الكبيرة. تمام، وبيكون له خصائص مختلفة شوية عن الام سي بي العادي،
اللي هو المينيتشر سيركت بريكر، لا ده بيكون فيه خصائص تقدر تظبط فيها التيار اللي عندك، وحاجات كتير جدا تقدر تظبطها. الناس ترجع للفيديو لو سمحتوا. يعني ده بيكون عبارة عن زي كابلر كده، زي ما انت شايف اللوحة كده. يعني طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل، ولكن اللوحة باينة اهي 2 ام سي سي بي فوق، وفي كونتاكتور تحت اهو رايح للحمل، وممكن يكون في واحد تالت كمان ام سي سي بي هنا. وزي ما انت شايف الدائرة الخطية، عندي مصدر رئيسي ومصدر احتياطي، والحمل بيغذى بالطريقة دي. الخط الاحمر ده معناه ان الحمل بيغذى من الطريق دهوت، وليكن المصدر الرئيسي، وفاصل اسف بيغذى من الاسود دهوت لان الدايره مقفوله، وفاصل المصدر الثاني، او بيوصل هنا ويفصل هنا، في بينهم زي ما احنا شايفين في انترلوك ميكانيكال، وبيكون الكتريكال كمان انترلوك زي ما شرحنا في فيديوهاتنا كلها، وهنشرح تاني ونقول تاني عن القفل الميكانيكي والكهربي ده، ما فيش اي مشكله. اعتقد كده دي كلها انظمه. عشان كده انا قلت لكم البدايه احنا بنتكلم عن نظرة شاملة، وهعرفك كل التفاصيل ان شاء الله اللي انا شخصيا اعرفها، وعشان تكون مرجع ليك ان شاء الله في اي حاجة في المستقبل كده. تمام.